واليوم الملفات التي كانت خاضعة للنقاش في أثناء هذه الزيارة هو طرح فرص استثمار الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وكذلك الغاز الطبيعي، وأيضا استثمار في قطاع البتروكيماويات. هذه الجوانب مهمة جدا لتوليد فرص عمل لتأمين احتياجات العراق والمنطقة. العراق بلد يمتلك موارد طبيعية هائلة وموارد بشرية، قادر أن يكون محور للاقتصاد في المنطقة والعالم. نعم، لدينا تجربة ناجحة مع شركة سيمنز، وأوضحنا رغبتنا في دخول شركات أخرى إضافة إلى شركة سيمنز في قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة. فورية ستباشر بها الشركات الألمانية في العراق وفي أي مجالات؟ والسؤال الثاني إلى سيد لدينا خطط طموحة أعدت من فرق استشارية وجهات قطاعية لاستثمار الغاز الذي يحرق يوميا، الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وكذلك الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي، ولدينا خزين كبير ومهم لم يستثمر لحد الآن. هذه الخطط من المؤمل أن تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وبالتأكيد تفاهمنا مع ألمانيا وعرضنا على هذه الفرص هي دعوة للشركات الألمانية للاستثمار في هذا القطاع. Herzlichen Dank.